مأرب شرق صنعاء إلى الحديدة على الساحل اليمني غرباً، يلتهب الميدان اليمني بنار المعارك الدائرة بين القوات اليمنية وقوات هادي المدعومة من التحالف السعودي. فبعد الإطباق الكبير الذي فرضته القوات اليمنية على مدينة مأرب، انتقل الحدث من جديد إلى ساحل البحر الأحمر وتحديداً محافظة الحديدة التي استفاقت على تطورات عسكرية مفاجئة تمثلت بسيطرة القوات اليمنية على دوار مطار الحديدة ومجمع مصانع الألبان والأغذية وعشرات المواقع الأخرى. التوسع الميداني للقوات اليمنية في الحديدة جاء بعد انسحاب القوات المدعومة من التحالف السعودي من مناطق واسعة في مدينة الصالح وكيلو 16 ومجمع إخوان ثابت شرق الحديدة ومنطقة المنظر الاستراتيجية في محيط المطار، فضلا عن مناطق أخرى في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة. الانسحاب المفاجئ لقوات هادي من الجبهات الجنوبية والشرقية للمحافظة الساحلية أتاح إعادة فتح الطريق الدولي الواصل بين الحديدة وصنعاء بعد 3 سنوات على إغلاقه عند نقطة الكيلو 16، وأماط اللثام عن المأزق وحجم الخسائر التي يتعرض لها التحالف السعودي في مأرب التي يتوقع أن تكون وجهة القوات المنسحبة من الحديدة لرفض جبهة مأرب المنهارة بالمقاتلين. سيطرة القوات اليمنية على مناطق في جبهات الساحل الذي تشرف تل أبيب على جزء منه منذ عام 2017 بتكليف أمريكي وتواطؤ سعودي إماراتي، ستدخل الجانب الإسرائيلي في مزيد من التخبط والقلق من تعاظم قدرة القوات اليمنية العسكرية، وتحديدا في منطقة الساحل التي ترى فيها تهديدا لجبهتها الداخلية ولمرور سفنها عبر باب المندب. قلق تمثل بإرسال تل أبيب أخيراً غواصة إلى البحر الأحمر والدخول في مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة والإمارات والبحرين. وفي هذا الإطار لم يعد الحديث عن التهديد الذي شكله الجيش واللجان الشعبية اليمنية على الأمن القومي الإسرائيلي مجرد مخاوف أو تقدير نظري، بل بات حقيقة قائمة وخطيرة بحسب معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي.